السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش تعاودوا؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى الفيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نعرفكم على نونو نونا. بزاف ديال الاسئله اللي كتجيني، شكون هي نونا؟ شكون هو نونو؟ بزاف مع صديقات ديالي ديال الانستغرام. اليوم غادي نعرفكم عليهم. نونا هي حماتي، هي الام ديال زوجي، خذ بيدي الى الجنه. ونونو هو شيخي. علاش كنقول لهم نونو نونا واخا ما كنطقهاش مزيان؟ يعني نورمالمون بالايطاليا نونو جو كوا كي يديروها غليظه، اللي هي جدي وجداتي. انا ماشي كنقصد نقول لهم زعما جده وجدي حيتاش كبار، غير حيتاش كتعجبني ديك نونو نونا، كيجيني بحال بحال شي وليدات صغيور كندلعهم. اما بالنسبه لفيديو ديال اليوم، نونو تشها قال لك بغا القطبان ديال الغنمي اللي كان كيدير ليه بلوت. شكون هو هاد بلوت؟ هو صديق ديالو، كان خدام معاه سنين هادي ملي كان خدام، ودابا مسكين مات الله يرحمه، كان جزائري وكان كيدير لي واحد القطبان. قال لي كان كيعجبوه بزاف هادوك القطبان، ولحد الان عمرو ما كلاهم. قال لي كان كيدير لي قطبان ديال اللحم، وكان كيجيب ليه واحد الكبده ملوية عليها الشحمه. قال لي داكشي شحال بني؟ قلت لي ان شاء الله اليوم انا غادي ندير لك هادوك القطبان، كنتمنى انهم يعجبوه، وغادي ندير لك بولفاف. اذا ان شاء الله غادي نمشيو عند الجزار باش نجيبوا اللحم، ومن بعد غادي نجي باش نشرملوه، ونعطيكم الطريقه ديالي كيفاش كنشرمل اللحم ديال الغنمي. ومن بعد غادي نمشيو عند نونو ونونا ونعرفكم عليهم اكثر. وكاين واحد السؤال اخر كيجيني ديما، ديال كيفاش، شنو هو السر حتى نفهمه مع والدين راجلك؟ صراحه ما كاين لا سر لا حتى شي حاجه. اللي كاين انه اولا كنعتبرهم وليدات صغار، حيتاش مساكن تبارك الله عندهم اكثر من 70 عام، يعني حشومه انني نقلل الادب ديالي عليهم، ولا نقول لهم شي كلمه تجرحهم ولا شي حاجه. الحمد لله حنا كبرنا، يعني كنا كمغاربه كنحترموا الناس اللي كبر منا. كيبان لك شي حد كبير داز قدام الدار كتبوس ليه يديه، بقات فينا هذيك العاده حتى لهنايا. ما يمكنش اديهم واخا كاع يوقع منهم شي موقف ولا نشوف شي حاجه منهم، ما يمكنش نتصرف معاهم بشي طريقه خايبه، حيتاش هما والدين راجلي، ولا حيتاش داك لا عقوستي لا شيخي. ابدا ما نقدرش، اصلا عزاز عليا وما شفت منهم غير الخير. وما تنساوش انني يعني مغربيه، ما عايشاش في المغرب، عايشه هنا، وخصنا نشرفوا المغربيات ونبينوا الادب اللي كبرنا فيه، ونبينوا بان راه حنا ماشي ديك الصوره اللي واخدين علينا الناس. ايوب اعطيني الشحمه، راه نونو كيحماق على الشحمه. نعطيو الشحمه لنونو. شكرا. البنات بغيتوا شي فيديو على انواع اللحم ولي بارتي ديال اللحم، شي مره غادي نجي عند الجزار ويشرح لكم بارتي بارتي. شحال واحد ما تيعرفش شنو سميت هذه وشنو سميت هذه، نديرو فيديو ونستافدو جميع. ايوب ان شاء الله عليك بليزير. ان شاء الله غادي ندوزو دابا باش نشرملو اللحم. عندي هنايا كيلو ديال الغنمي، عندي نص حامضه، عندي بصله مشلضه، عندي شويه ديال الحار حسب الذوق. نونو قال لك بغا هو القطبان يكونوا شويه حارين بحال ديال البلوت. هنايا عندي شويه ديال القزبور يابس، ملحه، جوج معالق ديال القزبور، عندي شويه ديال الثومه. الا عندكم ثومه عاديه غادي تستعملوا وحده فقط، ما تكثروهاش باش ما يجيكمش المذاق بحال الحوت. عندي هنايا شويه ديال الكمون، انا غادي نستعمل غير نص معلقه. عندي التحميره، وعندي شويه ديال الخرقوم بلدي، وعندي هنايا شويه ديال الماء. يعني شوفوا شحال، تقريبا عندي ربع كاس ديال الماء باش نقدر نخلط به اللحم، لانه ما تنديرش الزيت، لان كنحس الزيت يتغلف في اللحمه وهكا ما كتدخلش الشرموله مزيان. داكشي علاش كندير الماء وكنخلي الزيت حتى كنبغي نشويوه. غادي نبداو ان شاء الله الشرموله ديالنا. غادي نبداو بعصير ديال الحامض، غادي نضيف البصله، قزبور، غادي ندير شويه ديال الحار، ملحه، قزبور يابس، ثومه، شويه ديال الكمون كما قلت لكم تقريبا معلقه صغيره، التحميره حتى هي واحد المعلقه ديال التحميره، وشويه ديال خرقوم بلدي. غادي ندير هذاك الماء وغادي نخلط.
اللحم ديالي ها هو شرملته غادي ندخلو للثلاجة بين ما مشيت عند نونا ان شاء الله ونديرو عندها في الثلاجة حتى الوقيته اللي غادي نبغيو نشويو غادي نديروه في القطبان. وهنا عندي الكبدة مع الشحيمة باش نديرو لنونو هذاك القطبان ديال قال لك الكبدة مدور عليها الشحمة كيفاش كيديروا ليها ان شاء الله اليوم غادي نديروا ليه. وفي الاخير وجدت البروشيت ديال الدجاج لزوجي خذ بيدي الى الجنه حيتاش ما كياكل لا كبده لا غنمي. وهاد الوصفه ديال هاد الدجاج هذا راه حطها ديجا في القناه غنخليها لكم في صندوق الوصف. انا وجدت كلشي حتى المجمر ديتو معايا حيتاش بغيت ندير داكشي كيف ما كيديروا في المغرب. هاد المجمر عندي من الصيف اللي فات عمر ما طابت فيه شي حاجه اليوم ان شاء الله غادي كتب عليه نطيبوا فيه هاد الشوا هذا. كلشي وجد القطبان ديال الدجاج القطبان ديال اللحم والكبده مع الشحمه. دابا ما بقى لينا غير نشدو الطريق باش نمشيو عند نونونا. انا وصلت عند نونونا. سالي نونا. سالي ما في سافا سافا سافا. ميرسي يا تول لي جون كي مونفوايي دي ميساج ميرسي بوكو. قلت لكم شكرا على الميساجات اللي كتصيفطوا ليها صراحه ما تصوروش شحال كتفرح ملي كنقول لها شوفي التعاليق اللي كيسبوا ليك البنات شوفي البنات كيسولوا عليك كتحمق عليكم كما نتوما كتحمقوا عليها. ها نونا اش عيبيه سي فري كحمق عليكم كحمق عليكم كاين ما كانيكو برافو. انا نونا سالي نونو سالي سافا وي سافا سافا. نونا هي شيونت. Ah oui, elle est méchante. Pourquoi? Pourquoi? Elle me fait énerver. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Hein. Ah. Elle est prête à donner quelque chose dans la tête. Ça va, mon cher nounou? Oui. Tout va bien? Oui, ça va. On va manger barbecue aujourd'hui? Oui. Ben, il ramenait les brochettes aux usines et tout le monde les mangeait. Il s'appelle... C'était très beau. Ah, il s'appelle comment? Touki. Touki. Il, oui. Il est marocain. Oui, oui. Et Belout. Belout, Belout. D'accord, bye bye. وهنا في الجردة ديال نونو تبارك الله كاين كلشي. كيعجبني ناخذ الاعشاب المنسمه داكشي اللي كنطيب بهم بزاف. كاين ازير كاين الزعتر كاين الزعتره كاينه السالميه كاينه ورقه سيدنا موسى يعني مبرعه انايا بهاد الاعشاب المنسمه وبيو. احنا دابا كنزلقوا لي بروشيت. On va faire les brochettes pour mon mari. Mon mari chéri. Mon mari chéri. Ah, ah. Comme ça, il sera content et il n'allera pas. Ah, il est râleur. Bah, mais il est râleur. قالت لك غادي دير البروشيت راجلها هكذا ما ينقش عليها. قالت لك بحال كامل الرجال نقارين. مي نو. فوالا. لي ماروكيين سو جوندي. Malgré qu'on dit « Ah, c'est pas bon les Arabes, ce n'est pas vrai yeah. !» Mais finalement ? Mais finalement, je déteste les autres races. قالت لك المغاربه الله يعمر هذا كان قال لك كلشي تيقول اه العرب خايبين هذا ولكن قالت لك دابا كتحماق عليهم دابا الاخرين ما بقاش كتحمل الاخرين. كومون Il avait mangé du chocolat, son diabète il était trop haut. Oui. Il a dit je ne mangerai plus la soupe parce qu'il me fait monter le diabète. Ah. Le chocolat qui le fait monter. C'est la soupe qui lui fait monter le diabète, pas le chocolat. Hein. دابا نونو كياكل الشكلاط بالخفية على نونا ايوا كلا الشكلاط وقال لها ما بقيتش غنشرب لا سوب كتطلع عليا السكر وراه الشكلاط بحال داك المرة مشى كلاش شرب الشراب عرفتو مصرا كيشربو ايوا شرب الشراب وكلا اللوبيا جا قالها عمرني مازال ما غاديش ناكل لوبيا حيتاش كدير لي الدوخه ورا الشراب. انت صافي 46 سنه كجو سوي سي جو سي با توجور بارلي لو فرونسي كوم يفو. قالت لكم 46 عام هي هنايا وما عمرها ما عمرها قدرات انها تهضر بالفرونسي كيف ما خصها تهضر. سبحان الله بصح عندها هذيك الكنه ديالها بقات pour ne pas oublier mes racines. Les arabes parlent vite aussi plus vite que les calabres. Oui c'est vrai. Voilà. Ah non, elle te voudrait ah merci de nous.
شوفوا عنده الدجاج مسكين جاب لي بيضات بلديين ميرسي شير نونو سي با نونو كي لا بوندو هاي لا راه من هذا لا باراك قلت ماشي ماشي نونو اللي بيضهم سا سابيل كومون شاكما ها شاكما هانتوما درنا حديتو مغزل حتى سالينا لي بغوشيت ديالنا ودابا غادي نمشي ندير الفخر غادي ناكلو الشكلاط خفي على نونا حيت اش ممنوع ياكل الشكلاط ممنوع ياكل شي حاجه انا نو ها انا شعلت الفخر كيف ما كتشوفوا درته فوق البوطه والاخر درته هنايا ونونو عطاني شويه ديال الرماد درته في المجمر نونو ضربته اخذت نونا وي Oui, c'est la première fois que je vois comment on allume le charbon. D'abord, on a fait le fakhri iznid. درتو في شويه فوق البوطه قالت لك عمرها في حياتها ما شافت هذيك التقنيه يا نان هو معجزه اي وي لا فيي في الريجيم قال لك انا وياها غناكلوا لي بغوشيت والشالفه ديال الريجيم اي جو لي في فوار لا فيي لا نو الي جونتي لنا وي الي جونتي كوان يدورم واش ظريفه نونا كيفاش ظريفه ملي كتكون نعسه انتما الفخر راه زند غادي نبداو الشوا انتما راه بدات الريحه كتعطي صراحه عزاز عليا هاد الاجواء ديال الشوا كيف كروني في الوليد الله يرحمه في هذا النهار انتما نونو خدام نونو كيس كو تو في جالوم نو في كما سافي سير دالتون ايطالي نونا قالت لك هنايا في ايطاليا هكا باش كيديروا العافيه يشعلوها حنا الا بغينا نتبخروا كنديروا هكذاك انا كنحماق على هاد الاجواء كتفكرني في عيد كبير هانتوما هاب والفاف طلق علينا الدخاخن هانتوما شوفوا الدخاخن فين واصلين قال لي نونو دابا يجيو يوقفوا علينا البومبيه شكون يبغى شي قطيب ديال بولفاف مرحبا مرحبا Et voilà, j'ai tout ça sur les braises. Oui. Il paraît que ça fait fuir les mauvais esprits. Ah, tu m'as chauffé mille salina barbecue. J'ai fait ça. Je marche. Je n'ai pas le lac. Quand les kids diront la fille, ben je vais aller à l'arwah chérira. C'est que la douleur en a t'as dit de la nous n'a italien. Ben je t'ai trouvé mille. J'ai tout ça dessous. Qu'est-ce qu'il y a de dire? هادو نونا اللي صوبتهم وقالت لك غادي ديرهم ليكم ان شاء الله ولكن ما عندهاش لهذا الحبق وما كتحمش الحبق ديال الزنقه انونا قالوا ما جوي عاود داكو قالت لكم شهر 7 ولا 8 عاد كيكون عندها الحبق ودي لكم ماكسيموم لبو سبتمبر داكو خوات سنا حتى سبتمبر كليتو بيستو البربكيو لا كومسا كوم بلو تلو ماروكي توك توك داكو ايش كي ما دي Qu'est-ce qu'il a dit? Avec un clou, mais il m'écrivait pino dans la voiture. Non, pas avec un clou, même avec ça, je te pique. Si. Quand il a dit, comme il garde le pino, pas la lettre. Il va m'écrivait pino dans la voiture. Et c'est un criminel. Galia, où est-ce que moi, la criminelle. Tu m'as d'abord Salina, clean, alhamdulillah, et nous nous donnons le croix, qu'est-ce qu'il y a l'Italien. شوفوا الزنطه ديال الفما العار قطع الاناناس مسكينه اناناس اها شوفوا الزنطه ديال الفما انانا هذه الشعيبيه لنا شعيبيه وي انتم انا ونونو ديما عندنا خصنا نلعبوا كارطه جو فاتشو كارط ياك جنابي دو نو 3 7 D'accord. Et toi, à 5. Je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. Voilà. Non, non. Et si mettre tout au bout de la chaise. Et lui, si la chaise est là. Quand tu as dit que tu glisses, mais j'aime bien. Il ne sait pas si mettre la chaise. Per bacco. Per bacco, oui. وليني الكراتي ها هما عاوتاني كيضربوا على الكرسي جبت ليه كادو لنونو انا متاكده غادي يعجبو فوالا تنبيه نونو اه
oui, merci. De rien. شريت لي هاد البوطه فيها كاع داكشي ديال الباربيكيو مع هو كيحماق على الشوا فيها كاع الماتيريال فيها القطبان فيها هادي اللي اللي كتنقي الباربيكيو فيها ديال الملح والبزار المهم كلشي ديال الباربيكيو ها نونو وي وي سي تري بو ميرسي ميرسي انا دو ريان نونو Ça c'est beau pour faire les moustaches. Nounou qui est stylé, je vois qu'elle est bien le moustache. Et ça c'est beau pour te brosser les dents. Quand il y a des ziens, je trouve le bien snack. خديت لي حتى هاد التيشيرت هذا جا زوين فوالا وهذا هو الكادو اللي جبت لنونا انا متاكده غادي يعجبها نونا عجبها الكادو هانتوما شوف كتشوف درت لها كاع التصاور ديال الاحفاد ديالها وديالنا عجبها الحال وشريت ليها هاد لاماشين هادي مع مسكينة هادي ما كيضرها عنقها وشريت ليها هاد لاماشين شريت ليها 12 من هادو داك هي فيها 12 حيتاش عزيز على هاد ديال الفولارات هكذا صغيورين على عنقها هانتوما تيفوح عليا بالطريانية ديالو ها نونو او جوكاتو ستورتي عند تديري ايوا تدا دابا واش فهمتيني اش كنقول يلا فهمتيني ها فهمتي شي حاجه ولا ما فهمتي والو وي فهمتي اش فهمتي بون اش ما فهمتي هادي Ho giocato storto e mi è andata dritta. Io ho cercato una fame per mio marito. Che ti chiede per la moglie del ragazzo? Nonno? Ah, oui. Ma sono d'accordo. Che l'age? L'age? Sei tu che quasi l'age? Beh, no, sei a tua, eh. 35 e 42, va? Ah! Gli ha detto che mi ha detto 35 e 40. Ti prendo un biglietto e che ci hai fatto? قال لك الا خداش انا باش غيدير بها فلا متر دا لا كاسيرو اون بيان اون جون كيسك دي فيا اون جون مي اون جون نو سي تو مو سي تو لوكس نو مي سي توا كي تي دي كي تي بون اوترا فام اي الو ام دار بينا ام دار فام كي تي بيو اه اي مي بون دار قال لك خفي الحال Si t'es vieux, qu'est-ce que tu fais avec un jeune, toi? Eh ben, aux danses. Au revoir, à la prochaine. Au revoir, Nounou. Bye bye. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. En plus, je me jette comme je parle les télétubes, les knackers de forge au fond d'une. Au revoir. شكرا لكم على حسن المتابعه كنتمنى انكم كنتوا قضيتوا معنا اجواء زوينه شكرا لكم وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديده باي باي تشاو تشاو خرجنا من عند نونو وتلاقينا الثلج شتوه ما عرفتش واش غادي يبان لكم ولا لا احساس زوين صراحه